لو الحكاية فيها إن فيديو تتعاون الغرفة مع المؤسسات والأجهزة التنفيذية والشعبية اللي بتحقق الهدف بتاعها اللي احنا قلنا عليه تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة. تمام. احنا يبقى في الغرفة التجارية للجيزة يعني بتمثل النشاط التجاري الصناعي الخدمي في نطاق محافظة الجيزة. محافظة الجيزة من المحافظات المميزة اللي لها مقومات اقتصادية تجارية صناعية زراعية سياحية بتؤهلها انها تتبوء قيادة النشاط الاقتصادي في جمهورية مصر. تمام. عندنا المنطقة الصناعية في 6 اكتوبر من المنطقة الصناعية في ابو رواش بنملك صيت سياحي عالمي. عندنا مؤسسات خدمية وعندنا طبعا أنشطة زراعية. الغرفة فيها نشاط نوعي زي الشعب التجارية. الشعب التجارية بتمثل النشاط النوعي المتخصص للتجار. احنا عندنا على سبيل المثال عندنا مثلا شعبة المخابز، شعبة المصدرين والمستوردين والوكالات التجاريين، عندنا البقالة والسوبر ماركت، عندنا إلحاء العمالة، عندنا البنود والأحذية، عندنا الاستثمار العقاري، وعندنا الذهب والمدورات، عندنا المطاعم، عندنا السيارات، وعندنا شعب انتهت وبنعيد تأسيسها زي شعبة الصيادلة، المكتبات، شعبة الاتصالات، شعبة الملابس والمنسوجات. والأيام اللي جاية هتشهد تطور في الاتصال بالدوائر بين التجار، الاتصال المباشر بالتجار لتعريفهم بالخدمات اللي بتقدمها الغرفة، لأن الغرفة بعد انتخاب المجلس النواب القادم تحضر لسلسلة من التشريعات الاقتصادية اللي لازم هتبقى مساهمة بصفة أساسية فيها لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في ظل المناخ الأهلي. احنا بعد سنتين المفروض ان الوقت ما يضيعش، الخطوة والبردة تبقى أوسع، المجال الخدمات بتاع الناس عشان تحس بيك وتتفاعل معاك لازم تقدم لها خدمة، والخدمة دي لازم تكون مميزة. أهم أنواع هذه الخدمات إن أنا أبتدي أعرف المشاكل النوعية وأعرضها بصورة تقدر الحمل وتقبل التنفيذ، وأسعى لدى الجهات التنفيذية في الحكومة المحافظة لافو لحل هذه المشاكل وصولا وسعيا نحو يعني الوصول إلى الهدف الأسمى اللي هو راحة المواطن. تمام. لأن احنا كلنا بنشتغل عند المواطن. تمام.